في بداية الفيلم بنتعرف على بطل الرواية اللي بيكون اسمه جيم، بيعيش في متحف عن البشر وما بيكونش سبق ليه قبل كده انه زار العالم الخارجي، وبنعرف ان المتحف ده اللي بيديره واحد اسمه ساسي بار علشان يعرض فيه ازاي البشر كانوا عايشين في الماضي، ولان البشر بقوا من الحاجات المهددة بالانقراض فبقي جيم هو مصدر الجذب الوحيد للمتحف ده. وبنعرف ان شقة جيم صغيرة جدا ومكونة من 3 غرف بس، غرفة نوم وحمام وغرفة معيشة، ويعتبر باقي الأشياء اللي في البيت أشياء مزيفة زي الأبواب والشبابيك، وإن باقي الحاجات التانية اللي في البيت ملهاش أي لازمة باستثناء طبعا التلفزيون لأنه الشيء الوحيد اللي بيكون حقيقي. وبيحب جيم يتفرج على الأفلام كل يوم، وبيقعد في يوم جيم بيتفرج على برنامج تلفزيوني وبيكون عارف كل كلمة بتتقال فيه، وبيكون جيم عارف سيناريو لفيلم في دماغه وهو إزاي البشر يتفاعلوا مع الحياة الواقعية. وبنعرف إن عيلة سيسا بار بيجوله عروض معينة يشوفها على التلفزيون علشان يتعلم منها، وبيقعد جيم بياكل حبوب وجوه العلبة بتاعت الحبوب بيلاقي لعبة نادرة وبيروح بسرعة علشان يحط اللعبة دي على الرف، ومن الواضح كده ان الحبوب دي هي وجبته اليومية وبيحب يكسب منها الجوائز اللي زي دي، وان دي هوايته الوحيدة في حياته بانه يجمع الجوائز دي ويتفرج على التلفزيون. بس بنروح بعد كده المتحف سيسا بار اللي بيجيب مجموعة من السياح علشان يعرض عليهم المتحف، ويبدأ السياح انهم يتفرجوا على المتحف والاجهزة اللي موجودة فيه، وبيتفرجوا كمان على الاجهزة البشرية اليومية. بس برضو بنعرف ان كل اهتمام وجذب المتحف معتمد على جيم، وبيروح السياح علشان يشوفوه من الشباك وهو قاعد في شقته الصغيرة، وبنشوف الدليل اللي معاهم بيقدم جيم على انه الانسان الوحيد اللي موجود في الوقت الحالي على اساس يعني انهم ريبورت. بس ما علينا، وبنعرف ان جيم مش بيشتكي من الناس اللي حواليه اللي بتشوفه لانه عارف انه في الحقيقة هو محبوس في الشقة دي، وبدأ السياح انهم يراقبوه ويراقبوا تصرفاته. ولما خلاص قربوا يمشوا من المتحف بيجيلهم اعلان بيشجعهم انهم يفضلوا قاعدين في المتحف علشان يتفرجوا على انثى بشرية لسه ضايفينها في المتحف، وجيمي بيكون متحمس جدا للفكرة لانه ما شاف قبل كده اي بنت بشرية غير على التلفزيون بس. وتاني يوم بيصحى جيمي بدري وبيغسل سنانه وبيعمل تدريباته وبيقعد يستحمل فترة كبيرة جدا، وكل ده علشان يروح يقابل البنت، وبيلبس بدلته وبيظبط حاله علشان خاطر لما يقابلها يبان انه ولد جامد. وبكده يقعد بقى يستنى البنت، وشوية كده بتخش الشقة بنت اسمها كاز، وقبل ما البنت بتقول اي حاجة جيم بيفتكر حوار كده من فيلم المفضل، وكان مفكر انه لما يقول لها كده هتعجب بيه وتحبه، بس البنت بدأت تخاف منه وبدأت تجري في كل الشقة وكانت عاوزة تهرب منه باي طريقة، بس مش بتعرف تهرب في اي حتة، وبتروح كاز لأوضة النوم علشان تلاقي مكان للهروب. بس لما بتخش الأوضة مش بتلاقي مكان للهروب، وبتلاقي السرير جيم كان حاطط فيه ورود ودبدوب كده كبير، ولما بترجع كاز بتبص على الشبابيك بتلاقي الناس بيراقبوهم هما الاتنين وبيستخبوا ورا الحيطان، وبيقعدوا الاتنين بعد كده مع بعض، ويبتدي جيم انه يقدم نفسه لكاز، وبتعرف كاز انه بشري زيه وزيها، فبتسأله كاز عن طريقة للخروج، بس جيم بيكون مرتبك بسبب ان كاز عاوزة تخرج من شقته، وبيبتدي جيم انه يوريها شقته عشان يحببها فيها، وبيوريها كمان التلفزيون ويقول لها ان في 5 قنوات تقدر تتفرج فيه عليها اللي هي عاوزاه، وبيقول لها كمان انه بياكل وجبات مجانية ملهاش حدود وبيشرب مشروبات طاقة كل يوم، كل ده من غير مقابل. بس كل ده مش بيعجب كاز، وبتبقى عاوزة تخرج برضو وبتقعد تعيط، بس جيم بيروح يديها وردة علشان يهديها، وبيقوم بعد كده جيم ياخدها المطبخ وبيحضر لها وجبة عشان تاكلها، بس كاز مش بتعجبها ريحة الاكل، وبتسأل كاز جيم انه خرج برا قبل كده ولا لا، وبيقول لها جيم لا ما خرجتش، فبتقول له كاز ان كل اللي هو عايش فيه ده مزيف ومش حقيقي، وبيسمع جيم كلامها وهو مبتسم ومش بيقول اي حاجة، وبتسأله كاز هو ليه فرحان انه عايش في الشقة المزيفة دي، فبيقول لها مش عارف الصراحة بس اللي اعرفه اني رايح انام. وفجأة بيقترح جيم على كاز انه يتجوزوا ويتكاثروا، وبتقف كاز مذهولة من اللي سمعته من جيم، وبتقوله كاز خش نام يا حبيبي وتغطى كويس، وبيروح جيم ينام على السرير فعلا، وبتروح كاز تنام على الكنبة بره، وبالليل يروح جيم يغطي كاز ببطانية، وبيروح جيم يجيب لعبة من اللي كان محتفظ بيها وبيحطها جنب كاز، ولما بتصحى كاز من النوم بتلاقي اللعبة جنبها، وبتجيلها فكرة انها تعمل منظر طبيعي من الالعاب دي على الشباك. ولما بيصحى جيم من النوم ومش بيلاقي اللعب بتاعته بيتضايق جدا، بس لما بيشوف الاختراع اللي عملته فرح جدا لما شاف المنظر،
المنظر، وبيقعد هو وكاز يتكلموا مع بعض، وبيقول لها جيم ان دي شقتها، بس كاز بتقوله لا احنا مش المفروض اصلا نقعد مع الناس اللي في سيسا بار. وفي اليوم اللي بعده بتقعد كاز تفطر، وجيم بيستخبى من الناس اللي في سيسا بار ورا نبات كده، وبيروح يقول لكاز انه يعرف طريقة للخروج من الشقة دي، وبيقول لها ان كل 3 ايام بيجي واحد بعربية من الباب الرئيسي، وبيقول لكاز انها ممكن تخرج تستخبى في العربية دي وتخرج لبرة، وبيقول لها جيم ان العربية بتكفي شخص واحد بس، وبيقول لها تهرب هي وان هو هيفضل قاعد في الشقة. فبتقول لكاز انها قلقان عليه، فبيقول لها جيم انها ما تقلقش عليه وانها هتخلي بالها من نفسها عبال بس ما توصل بيتها، وبالليل بتوصل العربية عشان يقوم على العامل بملء التلاجة بتاعة جيم. وبتخرج كاز تخش العربية من غير ما حد يعرف. وتاني يوم بتخش المشرفة تسأل جيم عن كاز، بس جيم بيقول لها انه ما يعرفش اي حاجة. بعد كده بيقدم المرشد السياحي لجيم مجموعة من سيسا بار، بس لما بيلفوا الكنبة بيلاقوا راجل تاني غير جيم قاعد، وان جيم ساب البيت ومشي. في المشهد الاخير بنشوف جيم بيروح لبنت في مزرعة كده، وبنعرف ان المزرعة اللي هم فيها شكلها زي المناظر الطبيعية، وبنعرف ان الحياة اللي كان عايشها جيم تشبه الحيوانات اللي عايشة في القفص، وبنفهم ان مفهوم الفيلم بيورينا قد ايه الانسان لما بيكون متقيد في حاجة معينة مش بيقدر يعيش حياته كأنه انسان طبيعي. وبكده نكون خلصنا الفيلم بتاع النهاردة. مع السلامة.